جمهور أنس وبيسان وخاصة محبينهم مع بعض لسه ما تخطوا لحد الآن خبر انفصالهم وحقيقة نهاية علاقتهم اللي دامت فترة طويلة. فمن بعد إعلانهم عن خبر الانفصال ومن بعد ما صار الثنائي بدبي وكتير قراب من بعض ويملكوا عدة أصدقاء مشتركين مثل نانين بيوتي ومو فلوغز وعدة مشاهير آخرين، والجمهور على أمل أن يجمعوهم ببعض مرة ثانية. فآخر مرة شك فيها الجمهور بلقاء أنس وبيزان ببعض مع أصدقائهم المشتركين كان يوم تواجد أنس ببيت نارين، وبعدها بلحظات قليلة تواجدت بيسان هناك، مما خلى الجمهور يشك أنه في لقاء بين أنس وبيسان ببيت نارين بيوتي. ومرة ثانية لما تواجد الثنائي أنس وبيسان بنفس التوقيت بالقرية العالمية بدبي رفقة شلة من المشاهير واللي بيكونوا أصدقاء مشتركين لكل من أنس وبيسان. هذا غير تحليل الجمهور لستوريات وفيديوهات أنس وبيسان واللي بيشوفها البعض تلميحات ورسائل من طرف أنس وبيسان بخصوص انفصالهم، من بينها كان هالستوري اللي شاركه أنس قبل أيام مكتوب عليه: عندما يمنحك الله بداية جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة. وهالفيديو اللي شاركه على تيك توك واللي كان مع التيكتوكر بسملة واللي علق عليه الجمهور على كلمة مشتاق اللي قالها أنس ببداية الفيديو. فبعد كل هذا اللي صار انقسم جمهور أنس وبيسان لنصفين، نصف على أمل أن يتم الصلح بينهم ونرجع نشوفهم مع بعض من جديد، ونصف آخر فقد الأمل وتيقن أنه لكل من أنس وبيسان بداية جديدة وكل واحد فيهم بطريقه الخاص. فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. خلاص حتروح؟ والله اشتقت. استني خليك معايا، ده انا سبت كل اللي ورايا، ده انا في الجمال شايفك آية، وما فيش كده في الدنيا دي، وعليك والله بطريقة علقت قلبنا بدقيقة، انا مش بجابلك دي حقيقة. الله خبطت الرمى.